السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة وبالوالدين أحسانا من قناة مصر البلد. النهاردة معاكم لمدة ساعتين كاملين، ساعتين نصحح، ساعتين نفهم، ساعتين نعيد حساباتنا تاني. ساعات كل واحد فينا بيشوف انه بيتصرف في منتهى الجمال، ساعات كل واحد فينا يبقى جوه نفسه حاسس انه بجناحات، لاني بطلع صدقة وبصل الأرحام وبعتمر وبحج، وطول ما انا قاعد عمال اقول يا رب. وممكن نكون بنتصرف تصرف قد كده حجم ابرة فيبوظ جبل من الحسنات انت كنت ممكن تحصل عليه، وانت بتصرفك الخاطئ خسرت كل حاجة. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، قبل ما نتكلم فيه عايز كل ام بتشوفنا تنتبه. كل شاب وكل بنت صغيرة من سن 8 سنين لسن 50 سنة ينتبهوا. كل شاب قاعد النهاردة قاعد بيلعب بابجي وقاعد على الفيس وقاعد على الواتس، اقف. النهارده هنصحح، النهارده هنحل مشاكل كتير مع شيخنا اللي منورنا الشيخ عثمان خطاب. برحب بحضرتك. اهلا ومرحبا استاذ محمد، نورتني، ربنا يكرمك ويرفع قدرك. النهارده موضوع حلقتنا وبرضه بربطه باسم البرنامج وبالوالدين احسانا. في ناس بتشوف ان احنا بنتكلم دائما وابدا او هنتكلم دائما وابدا عن الام والاب. لا، هنتكلم عن شاب بيشرب مخدرات ونقول ازاي يبطل. هنتكلم عن بنت دائما وابدا بتتصرف غلط، ازاي تصحح. هنتكلم عن طفل يطلع عارف اللي ليه وعارف اللي عليه. النهارده موضوعنا يا شيخنا بنتكلم عن الجريمه اللي دائما وابدا بقراها وبتفرج عليها وبسمعها وبشوف ابن يقتل امه، ابن يزق ابوه يوقعه، ابن يتفنن في عقاب ابوه وامه، وطول الوقت ناسين ان في حساب وهنتسال ازاي نعمل كده. الموضوع ده يا فندم بتشوفه ازاي؟ زمان ما كانش كده، دلوقتي بقى شكله كده، شايف الحكايه ازاي؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. في البدايه استاذ محمد خلينا نتفق، احنا هنمشي مع موضوع المخدرات، لكن خلينا نتفق بدايه إن عقوق الوالدين إن ثبت فإنما يدل على قرب يوم القيامة. يعني بلغتنا هنا في قناة مصر البلد القيامة جربت. جبنا الكلام ده منين يا أستاذ محمد؟ أيوه، من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا عاوزين نتفق جميعا على مبدأ، أي داعية وأي شيخ يا أستاذ محمد لازم يقول قال الله قال سيدنا رسول الله. ليه؟ لأن عبد الله بن مسعود بيقول يا مفتي تثبت قبلما أن تفتي، فإنما أنت توقع بالنيابة عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا حدنا أربعة كبار، أبو حنيفة، مالك، أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي. الأربعة دول محمد بصدبه في قال الله قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الشافعي يقول لك قال الله قال سيدنا رسول الله، عشان الاختلافات والأحزاب والجماعات واللي بيحصل الكلام. لأن الإمام ابن القيم ادنا قبل ما نتطرق لموضوعنا قال إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. حد يختلف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلص. وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، عشان ما فيش اختلافات. فاحنا في البداية حدنا ألف باء يقول لك إيه، وقول أعلى منه ما لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقولي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. الحديث كلام سيدنا النبي، والكتاب المرتضى القرآن الكريم. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار لقولي المخالف الأخبار. وأحمد يعني أحمد بن حنبل قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر مقالة الهداة الأربعة
واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. الله أكبر، الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خلينا أقول لحضراتكم إحنا دلوقتي على قناة مصر البلد الفضائية 1 وقناة مصر البلد الفضائية 2 معاكم، وهنرد على أسئلتكم. برحب بالاتصالات التليفونية. قبل ما حضرتك هتكلمني هتوطي التلفزيون وهتسيب رقم تليفونك عشان نتواصل معاك لو احتاجنا. ده معايا استاذ علي بني سويف، اهلا بيك استاذ علي. ارجع كلمنا تاني يا استاذ علي، وانا بقول اهو هنوطي التلفزيون ونسيب رقم التليفون اول ما نتصل على برنامجنا النهارده. والنهارده الشيخ عثمان خطاب هيبقى معانا، هيجاوبنا على كل الاسئله. اي حد اي حد عنده مشكله او سؤال او يتخيل اجابه جوه نفسه، بمعنى انا زعلان من امي ومش طايق اتعامل معاها لانها طردتني اخر مره وانا عندها، بس خلاص انا هعمل ايه، انا بصلي وبصوم وعامل اللي عليا وهي اللي طردتني، انا ماليش علاقه. انت غلط وهيقول لنا ده، فخلي بالك انت ممكن تبقى فاهم انك صح، ركز عشان تعرف الصح فين. اتفضل يا ماما. تعالى اسالك يا استاذ محمد. اتفضل. هنسيب دلوقتي قرب يوم القيامه وهنتكلم عنه برضه لانه من العقوق. انت بتقول المخدرات، السؤال فضل. لكل من يستمع الي الان عبر قناه مصر البلد الفضائيه وانت يا استاذ محمد فضل. ماذا فعلت الخمور لاصحابها؟ ماذا فعلت المخدرات لاصحابها؟ تقيح في الشفتين، زوغان العينين، تليف في الكبد، الحياه بائثه، الاولاد ضائعه. حتى اولادي والله لما يطلعوا هيطلعوا بقولها بعلو صوتي شمامين وحرامين. ليه؟ لانهم تربوا من حرام يا استاذ محمد. حتى ساعه الموت، ساعه الموت باجي الوالد كده، ها ابويا خمرج، ابويا بتاع مخدرات، وانا اقول له يابا اقول لا اله الا الله. عارف اللي بيحصل يا استاذ محمد ساعه الموت؟ خمره تقول له المخدرات والحشيش البنجو، يقول له لا، هذا فم نجس تنجس بما يغضب الله، فجدير بك ان تلقى الله على غير لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. استاذ فتحي اهلا بيك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فندم، كنت عايز اعرف سؤال لسيدنا الشيخ، يعني ما ما يعني افضل الاعمال اللي تفيد الميت بعد وفاته؟ حاضر. افضل الاعمال تفيد الميت، التي تفيد الميت بعد وفاته. حاضر يا فندم. بالنسبه للاب يعني. حاضر يا فندم، تحت امرك. وهل لو في اعمال زي كده هو بيشعر بيها ولا مش بيشعر بيها؟ حاضر. وايه العلامات اللي يشعر بها المتوفى في حاله عمل خير ليه؟ حاضر. بشكرك يا استاذ فتحي. طبعا سؤال مهم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا مات ابن ادم، هذا كلام النبي، انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أستاذنا منين؟ أستاذ فتحي. منين؟ من القاهرة. من القاهرة. أستاذ فتحي يدور على صدقة جارية يعملها لوالده، والده رحمة الله عليه، وكل من يسمعني الآن، أي والد توفى أبوك بيستأنس ويستشعر بهذه الصدقة الجارية. بيحس بيه. نعم يحس. يعني احنا دلوقتي نقدم صدقة جارية او ندعو له في صلواتنا. استاذ محمد، انت لو عديت على المقابر وانت بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دار قوم المؤمنون، انتم السابقون وإن ان شاء الله بكم لاحقون، برد السلام. عارف يا استاذ محمد، لو انت على المقابر كده قلت لا اله الا الله، جاء في الاثر بان الاموات يقولون لو علمتموها ما تركتموها للأحياء. لا إله إلا لو علمتم فضلها ما غفلتم عنها. الميت نعم يستأنس ويستشعر بأهله. وطبعا كل ما زاد الدعاء وكل ما زادت الصدقات المتوفى يشعر أكثر. رصيده. رصيده. نعم له رصيد. طيب ارجع بيا خطوة، أنا بقول لحضرتك أنا عامل كل اللي عليا، بصلي وبصوم وملتزم وبعمل كل حاجة، ولكن بعامل أمي وأبويا وحش وأنا بكلمهم، وده مثال بجد كلنا بنقع فيه وكلنا غلطنا. تبقى قاعد بتتناقش مع والدك وتقول له يا عم انت مش فاهم، افهمك الموضوع واحد اتنين تلاتة، فيرد يقول لك يا ابني ما انا كان قصدي، يقول له انت مش فاهم يا حاج، انتوا بتوع الناس بتوع زمان، انتوا دقه قديمه مش هتفهم يا حاج. فالوالد ما يزعلش، ابني وبيهزر معايا، ابني وبيحكي معايا، هل يا ترى انا كده خدت ذنب وقعت في اثم؟ جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. خلي بالك، مش معنى الكلام ده أن أنت هتقول لأبوك أبوك، لا، خلي بالك يا أستاذ محمد. الصحابة زمن العفة والطهارة استغربوا، هل يأتي زمان على الرجل يسب فيه أباه؟ يا نهار أبيض، هيجي يوم الواحد يجل أدبه على أبوه يسب أبوه؟ صالح اتفضل. طيب معلش ناخد الحاجة منجا من أسيوط، أهلا بيكي. أيوة يا فندم. اتفضلي يا حاجة. لو سمحت أنا عايز أتواصل مع الشيخ في موضوع خطير جوا. اتفضلي أسمع. حضرتك اتفضلي قولي. هو بصراحة الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه مش عايز أتكلم فيه على الهوا يعني، وحصل مش عايزة تقوليه على الهوا. طب اتركي رقم تليفونك وإحنا نتواصل معك. حاضر. تحت أمرك. ماشي. طيب لو سمحت عايزة أحكي للشيخ حلم كان جالي أخويا في المنام، بس وعايزة أحكيه له على الهوا، بس عايزة رقمه خاص عشان. حاضر يا فندم. حاضر، سيبي رقم تليفونك وفريق الإعداد يتواصل مع حضرتك. يعني هنا يا حاجة تحت أمرك، وأهلا بأهالينا في صعيد مصر، واتصلي بينا تاني يا حاج عشان ناخد رقم تليفونك. واول ما تتصلوا بينا يا جماعه لو سمحتوا سيب رقم التليفون من فضلكم، بعد اذنك يا استاذ احمد مع فريق الاعداد يسيبوا ناخد رقم التليفون الاول. اي حد من اهالينا في الصعيد في كل محافظات مصر اهلا بيكم هنا. زي ما بنقول لما الشيخ عثمان بيقول انا هتصل واتواصل بعد الحلقه، لان الموضوع بقى في رقبته طوق، هو محتاج يخلص منه، فلو بايده يلا نحل، يلا نتواصل، يلا نتصالح، واسأله وهو هيجيب بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: من الكبائر، كبائر المصائب السوداء، شتم الرجل والديه. أنا هشتم والدي؟ يا أخي انقطع لساني قبل ما أقول لأبويا كلمة. قال لك استنى. ولذلك الصحابة سألوا سيدنا النبي السؤال ده: وهل يسب الرجل أباه؟ هيجي زمن الواحد يقل أدبه على أبوه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف تصوير سيدنا النبي، قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ يعني أنا شديت معاك فأنا قلت لك أبوك، أنت هتقول لي إيه؟ أبوك. مين اللي شتم والدي أنا يا أستاذ محمد؟ أنا اللي شتمت والدي. لأن ليه؟ أنت اللي ابتديت. أنا الذي عرضت أبي للشتم من قبلك. أحسن. أدي مثال. أنا في كيلو لحمة دلوقتي وجاء قط، انا عرضت اللحمه للقط، القط كل كيلو اللحم، الوم نفسي ولا الوم القط؟ الوم نفسي. طب ليه؟ انا الذي عرضت اللحمه الى القط فاكله. صحيح. صليتم على سيدنا صلى النبي الله عليه صلى الله عليه واله وسلم. تسوي ايه لما سيدنا النبي يسال جبريل كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، حديث طويل، يقول له ما الاسلام، ما الايمان، ما الاحسان؟ فيه ان سيدنا النبي يسال جبريل ويقول له متى الساعه، القيامة امتى؟ وخلي بالك يا استاذ محمد، القيامة قريبة جدا 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 جدا. لا اله الا الله. من القرآن. القيامة قريبة. من الممكن واحد دلوقتي يسمعني عبر قناة مصر البلد الفضائية يقول لك انت شربتوه حاجة؟ لا ابدا. بس بمقياس البشر بعيدة يا استاذ محمد. جبت الكلام ده منين؟ بالراحة كده. قيامة قريبة؟ ايوه. جبت الكلام ده منين؟ بمقياس البشر بعيد. قال الله جل جلاله كما جاء في سورة المعارج رقم 6، اسمع يا محمد: إنهم يرونه بعيدا. يوم القيامة انت شافوا ايه؟ لسه بدري. طب وبمقياس رب البشر؟ ونراه قريبا. ايه القيامة قربت؟ ايوه. دليلك يا عم الشيخ اول آية في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم. ايه القيامة قربت؟ ايوه. دليلك يا عم الشيخ أول آية في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. القيامة قربت حتى بصيغة الماضي يا أستاذ محمد. أول آية في سورة النحل ربنا بيقول إيه؟ اسمع: أتى أمر الله. يطلع واحد من اللي سمعنا دلوقتي يقول لك طب القيامة دي تخلص في إيه؟ تخلص في إيه؟ عندنا في الشرقية وعندنا في القاهرة ومن أسوان لإسكندرية في مثل يقول لك لما تغمض عينيك وتفتحها يا أستاذ محمد يقول لك بربش بعينيه، لما تغمض وتفتح إيه؟ بربش. المسافة دي إيه؟ قيامة تاخد وقت إيه؟ قال لك بمجرد إن أنت تبربش بعينيك تغمض عينيك خلصت. جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ سورة النحل آية كام؟ 77. قال الله اسمع: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر.
أو هو أقرب. قيامة غريبة جدا. لا إله إلا الله. في اتصال؟ لا 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 أنا. القيامة غريبة جدا جدا. واسمع مني كما روى الإمام البخاري، خمس في خمس حاجات لا يعلمهن إلا الله. خمس حاجات ما حدش يعرف. لا لا لا. عشان ما حدش يقول لك أشوف الودع، أشوف الكف، أقرأ الطالع، أقرأ الطالع، أشوف الفنجان. كذب وافتراء. جبت الكلام ده منين؟ خمس خمس حاجات لا يعلمهن إلا الله. واحد أهو، إن الله عنده علم الساعة. حد يعرف القيامة إمتى؟ لا لا حاشا لله. تاني تاني بتقول إيه؟ إن الله عنده علم الساعة. أقف هنا يا أستاذ محمد. عارف الصحابة راحوا سألوا سيدنا النبي السؤال ده، القيامة إمتى؟ لأن أي واحد يتمنى يعرف القيامة إمتى. أموت وقتي عشان أعمل العمل الصالح، أختم بإيه؟ عمل يكون حسن. فالصحابة راحوا وسألوا سيدنا يا رسول الله القيامة إمتى؟ طب أنت عرفت الكلام ده منين؟ عرفت الكلام ده من سورة الأحزاب آية كام؟ آية رقم 67. اسمع ربنا بيقول لسيدنا النبي أهو، اسمع، يسألك الناس عن الساعة. اسألوا سيدنا النبي عن الساعة يعني عن يوم القيامة. يقوم سيدنا النبي يقول اسمع الإجابة أهو، قل إنما علمها عند الله. لا إله إلا الله. خلاص؟ في اتصال؟ بعد إذنك. اتفضل. ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مدام نهى اتفضلي. شكرا. شكرا. في ضغط في الاتصالات بس يعني ان شاء الله اقل من خمس دقائق وتبقى الخطوط كلها جاهزه نستقبل الاتصالات، وطبعا بنرحب بكل اللي بيتصلوا بينا في كل مكان. خلاص متفقين ان القيامه قريبه. اه من قال الله طبعا، وقال سيدنا رسول الله اللي هو ايه العقوق لسه هنرجع لها طبعا. بس خلينا في دي، ايه رايك احنا مش بنقول ان القيامه محدش يعرفها الا الله كده؟ طب ايه رايك بقى يا استاذ محمد ان انا عارف يوم القيامه امتى؟ لا يا شيخ ازاي الكلام ده؟ من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده موجود. ايوه فين يا عم الشيخ؟ قال سيدنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره اهو. صلي عليه صلى الله. اسمع سيدنا النبي بيقول ايه اهو، وانت هتجاوب معايا. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الصاعقة. يبقى القيامة يوم جمعة. الجمعة الهيل ما نعرفش، بس يومه جمعة. الجمعة الهيل ما نعرفش ليه؟ لأن في علامات اسمها علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الايه الكبرى. طب. من الصغرى يا أستاذ محمد عقوق الوالدين. لا إله إلا من الصغرى عقوق الوالدين. ولذلك ارجع تاني لايه الموضوعنا اللي هو ان الله عنده علم الساعه. ادي واحد لا يعلمه الا الله. اتنين المطر يا محمد محدش يعرف. طب. وينزل الغيث. ادي التانيه. خمس لا يعلمهن الا الله. وينزل الغيث. ثلاثه ويعلم ما في الأرحام. أربعة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. خمسة والأخيرة يا محمد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا خمس لا يعلمهن إلا الله. لا إله. ارجع لكلام سيدنا النبي اهو، الحديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، سيدنا النبي بيسأل جبريل متى الساعة؟ جبريل رد عليه قال له ايه؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما عرفش زيك يا رسول الله. سيدنا جبريل لما سأل سيدنا النبي خلاص صلى الله عليه وسلم، ايه سيدنا النبي قال له، جبريل قال لسيدنا النبي ولكني سأدلك على أماراتها علاماتها. من ضمن العلامات يا استاذ محمد ده كلام جبريل لسيدنا النبي، أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، يعني يكثر العقوق، يعني يصبح الولد مربيا لأبيه. هو اللي يعلم أبوه. علم أبو الأدب. يقول له أنت ما تعرفش. صح. أنت ما تاخدش بال، خلاص؟ مع إن أبوه موافق الكلام ده لكنه سوء أدب.
ايوه خليني بس ابقى فاهم. اتفضل. ابويا ما زعلش. تمام. وامي ما زعلتش. تمام. لان انا ممكن اكون حتى من باب الهزار، يا حاجه انت مش فاهمه حاجه، انا فهمك. انا كده غلطت. صلي على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. مفيش ام في الدنيا يا استاذ محمد حتى لو كانت غضبانه على ابنها وضناها، تدي عليه وقلبها ما يقولش امين ابدا. 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 انا قلت لك ضربت مثل قبل كده يا استاذ محمد. لا قوله لي المثل. لا قلته لك قبل كده. معلش قوله. ان في ام، الام دي شافت ابنها بتفرج على مواقع اباحيه وجنسيه. أيوة. عمره 18 سنه. أيوة. شالت ايديها من الهواء ضربته بالقلم. قلت لها احسنت. قالت لي احسنت يا عم الشيخ، ده شال ايده من الهواء رد لي القلم. قلت لها تنقطع ايديه، قالت لي ينقطع لسانك. ابني لا بعد لا. الشر عليه. الا الام. رغم انه غلط. رغم انه ويضربها ومد ايده عليها. لكن الام الفطره يا استاذ محمد استحال. بس خليني اقول لك الام هنا، اسمح لي يعني انا يمكن بقول حاجه تضايق شويه، بس هنا الام غلطت. تمام. غلطت. والاب غلط. تمام. وهقول لي غلط وهرجع حضرتك صحح لي يمكن بقول غلط، بس اخد حاجه سميره من المحل. اهلا بيك يا حاجه سميره. اهلا وسهلا عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ والله في نعمه كبيره يا ست الكل. اهلا وسهلا. الله يخليك. ممكن ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخلي حضرتك يا حاجه سميره. الله يخليك. الشيخ مع حضرتك. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ مع حضرتك. مع حضرتك. اتفضلي. الو السلام عليكم. اتفضلي اسمعك. السلام عليكم يا عليكم الشيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام حضرتك. طيب وانت بالف صحه وسلام. حلقاتك جميله جميله جميله. ربنا يسترك. الله يخليك. لو سمحت انا ممكن عايزه نمرتك الشخصيه. رقم الشخصي. ارجعي مع الكنترول يا حاجه سميره، وفريق الاعداد هياخد تليفونك ويديكي تليفون الشيخ عثمان طبعا. واي حد يا جماعه احنا ليه بحاول اعرف، وهنكلمك بعد الحلقه ان شاء الله، بحاول اعرف ايه المشكلات، لان ساعات بعض الناس لما بتقول لنا المشكلات بناخد عظه. يعني استاذ فتحي لما سالنا مثلا النهارده، استاذ فتحي بيقول لنا ايه اللي ممكن نعمله للمتوفي عشان يعني ناخد الاجر وهو ياخد الاجر وكمان الاجر يصله. هو لما طلب الاجابه على السؤال ده احنا كلنا اتعلمنا ان احنا لما هندعي للمتوفى او حتى نتصدق هتصل، فاحنا بناخد اسئلتكم والاجابات دي كلنا بنتعلم منها. طيب احنا ليه بقى، وانا بقول لك الام والاب هنا عليهم دور واخطاوا. بشوف ان الاب والام يروحوا يجيبوا اغلى الثياب، يجيبوا احلى البنطلونات، ونجيبوا وندخلوا احلى المدارس، وطول الوقت الاب عمال يهبش في الدنيا، كلمه يهبش كما هي، عشان يجيب لابنه الشقه ويجيب لابنه الحاجات الحلوه، وبينسى يعلمه تعليم دينه والاصول. الام بعد ما الولد يتولد تمسك الهون وتقعد تقول له اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك من اليوم الاول. فانا سؤالي، هل يا ترى كان عليهم دور عشان كده هم وصلوا للنتيجه دي؟ يعني دائما المقدمات تؤدي الى نتائج. نعم. انتوا غلطتوا في البدايات. من البدايه. نعم. ما هو مفسدات القلب يا استاذ محمد خمسه. اول واحد تعلق القلب بغير الله. طفل ده لما انولد ونزل من بطن امه، يا استاذ محمد طفل نزل من بطن امه، ايوه، سواء في مستشفى حكومي سواء عند دكتور، خلاص رقم واحد يجب على كل والد يسمعنا الان، كل ام تسمعنا الان، ابنك اول لما ينزل ده فرض، يجب اول لما ينزل نزل من بطن ام اعمل ايه؟ رقم واحد ها اذن في اذنه اليمنى. طبعا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الاذان يا استاذ محمد. خلاص؟ خلاص. طيب ثم اقيموا الصلاة في اذنه اليسرى. ليه؟ أول ما بينزل ابنك يا استاذ محمد، أول ما بينزل يستهل صارخا. يولول ويصوت. ليه؟ من ضربة كده خفيفة من الشيطان، نزغة الشيطان. وخلي بالك يا استاذ محمد، مفيش واحد في الدنيا إلا ونزغ من الشيطان. أنا نزغ وحضرتك نزغ، مفيش واحد، الكل. وزراء العلماء الرؤساء كله الا اثنين، ابن مريم اللي هو سيدنا عيسى وامه اللي هي من ستنا مريم. جبت الكلام ده منين؟ تعالى بس كده في القران بيقول ايه، اسمع القران. وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم. وليس الذكر كالانثى دي كلمه مين؟ حنة بنت فاقوت اللي هي مين؟ اللي وصلت الى سن الياس اللي هو ام ستنا مريم. اهو اسمع. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك
وذريتها، ذرية اللي هو مين؟ سيدنا عيسى. من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. تاني تاني اهو. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سيدنا عيسى وأمه مريم هم الاثنين بس اللي نجا من نزغة الشيطان. يبقى أول شيء أعمل اسم محمد إيه؟ وأذن في أذنه اليمنى. الثانية أقيم الصلاة في أذنه اليسرى. أنا فرحت بيه ومتعلق بيه، شيء جميل. أعمل إيه؟ تعالى كده يا عمي إيه؟ زي ما أنت مبسوط عشان يقول لك أبي أبي أو أمي أمي أو بابا أو ماما أو دادي إيه؟ أو دادي اللي أنت عاوز تعمله إيه؟ أول حاجة زي ما أبهاتنا علمونا، هات واحد يحفظ لأولادي القرآن الكريم. هات واحد اديله، اعتبر فيه 200 جنيه ضايعين يا استاذ محمد. اهم من الحاجات اللي اهم من يا استاذ محمد. قال رسول الله من حفظ القران، انا لو حفظت القران عارف الجزاء راح لمين يا استاذ محمد؟ غيري اهو. من حفظ القران البس الله والديه، ام وابوه يا استاذ محمد. لا ام وابوه. تاجا يسمى تاج الوقار، اقل ياقوتة في هذا التاج خيرا من الدنيا وما فيها. لا اله الا الله. استاذ سيد اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا استاذ سيد. الله يخليك. كان معايا ابن اختي توفى وقعد 13 يوم في الميه، فكنت عايز الشيخ عثمان بس يهدى كده والناس تامن معاه ان ربنا يصبر امه ويصبر ابوه، يعني لان ابوه لسه تعبان لغايه دلوقتي. ربنا يصبرها ويربط على قلبها. هي في انهي محافظه؟ من محافظة أسيوط يا فندم. رحمة الله. أسيوط رحمة الله. ندعي له في الآخر. هندعي له وهندعي له في المرحوم اسمه وليد خلاف عبد الواحد يوسف حسن. رحمة الله عليه. اكتب اسمه محمد. معلش اسمه. اسمه إيه تاني؟ وليد خلاف عبد الواحد يوسف وليد حسن. خلاف. حاضر. حاضر. رحمة الله عليه. وعزائنا للأسرة الكريمة وعزائنا للأم كله. وربنا يربط على قلبها. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. اتفضل. طب آخد الحاج صلاح. الايه؟ اخد الحاج صلاح. براحتك. حاج صلاح. اتفضل. يا حاج صلاح ارجع كلمنا تاني. يا حاج صلاح معانا مين تاني؟ الحاج محمود اهلا بيك. طب يا حاج محمود ارجع كلمنا، انا جاهز استقبل كل التليفونات. اهالينا في صعيد مصر والبحيره والشرقيه والغربيه والاليوبيه حبايب قلبي والقاهره، كل الناس اهلا بيكم. النهارده معانا وقت بفضل الله هنجاوب كل يوم اثنين الساعه 10. معلق ورقه كده على جنب التلفزيون الشيخ عثمان خطاب الساعه 10. وبالوالدين احسانا، وهو قطع عهد على نفسه قال لو انا فيا ايه هتسند واجي لكم. مش قلت كده؟ طبعا قلت. لما قلت قدامك يا استاذ محمد تحت امرك. الله يخليك. الاشد يا استاذ محمد اني لو واحد غلط مع ابوه دين هتاخده في الدنيا قبل الاخره. لا اله الا الله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الاخره. اثنين عقابهم فين؟ في الدنيا قبل الاخره. واحد البغي، الظلم. ان الله لا يظلم مثقال ذره. تظلم ليه؟ وما ربك بظلام للعبيد. بتظلم ليه؟ وما الله يريد ظلما للعباد. بتظلم ليه؟ اتفضل يا استاذ محمد. طيب معلش الحاج صلاح رجع لنا وبعد كده استاذ محمد. اهلا بيك يا حاج صلاح اتفضل. ايوه يا فندم. اتفضل يا حاج صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون يا حاج صلاح من فضلك. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. ايوه حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسلمنا على الشيخ عثمان والحق يا نبي. اسمعك اتفضل صلى الله عليه وسلم. الشيخ عثمان الراجل اللي مشرفنا. ربنا يكرمك ويسترك. عثمان خطاب. الله يكرمك. معاك اسمعك. حبيبي. الوقت يعني لما اكون لي ولد عاق. ليك ولد عاق. ويمد ايده عليا. بيمد ايده عليك. يبقى انا اعمل ايه؟ ولا بجيب لا ابيض ولا اسود. عمره كم سنة؟ 18. 18 سنة. اه موجود معاك في البيت؟ موجود. حاضر. حاضر يا حاج صلاح. حاضر على عينينا. والله الكلام ده بيجي بقى بيخش في قلوبنا كده بالسكينه، يعني انت تقول كده والسكينه تدخل في قلوبنا. نفسنا ناخد احنا مكانك، زقه ناخد مكانك، شيء ناخد اي حاجه وانت تستريح وهو ما يعملش فيك كده ابدا. استاذ محمد اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد.
ارجع كلمنا تاني ولا معانا؟ الو اتفضل يا استاذ محمد، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ والله في نعمه كبيره يا فندم، اهلا بيك. ربنا يعزم عليك حضرتك. اكلم الشيخ عثمان. اسمعك اتفضل يا فندم. ازاي ما عليك يا استاذ الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك انا محمد من البحيره. محمد حضرتك انا نسبت جماعه من ايتاي البارود. ايتاي البارود دي جنب شبرا خيط. نعم ماشي. نسبتهم الجماعه دول وجيت قعدت في منطقه اسمها مسجد بمديريه التحرير. مراتي دي عندها اعاقه في رجليها. تمام. وانا نظري ضعيف. تمام. بعد ما اتجوزتها بفتره فقدت بصري، دي نعمه من عند الله. الحمد لله. الحمد لله. وطبعا كان الدخل ضعيف وزي كده، عملنا مشروع انا وياها، عملنا مشروع لحافظة القران الكريم وفتحنا حضانة في البيت. الله الله. طبعا حضرتك اهلها كان عليهم دين من العزال بتاع مراتي. انا مراتي اخت مراتي لها اخين سايبين اهلهم ومشيوا، واحد قاعد في النجيلة والتاني قاعد حتة اسمها سين في مركز بدر. وقفت جنبهم، مراتي قالت عايزين نقف جنب اهلي ونخلص الدين اللي عليهم وهو ايه يبقى مننا ليهم. قلت ماشي. سؤالك يا فندم. انا دلوقتي اديتهم وقفت معاهم واديتهم الدين وخلصنا، يعني خلصنا اللي عليهم في الاخر. بعد ما طلبت بالفلوس دي مراتي خدوا عزالي وسرقوا عزالي من ورايا ومشوا. اكتشفت ان هي راحة زيارة، لما طلبت بالفلوس خدوا عزالي وخدوا حاجة من ورايا ومشوا. وزوجتك معاهم؟ لا، زوجتي راحت زيارة من العيد الكبير اللي فات. يعني هي كانت عارفة اللي حصل؟ يعني هي كانت عارفة الترتيب ده؟ عارفة حضرتك، واخوها كان نصب عليا في فلوس قبل كده. فانا لما كلمتهم بتقول لي احمد ربنا يا عمة ان انا عايشة معك. قالت احمد ربنا يا عمة ان انا عايشة معك. طيب سيب لنا رقمك في الكنترول والشيخ هيكلم حضرتك ان شاء الله و... لازم نسمع منها برضو. وتسمع منها طبعا، ما احنا هناخد رقم تليفونها. استاذ امير اتفضل. استاذ امير اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ امير اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك امير عيد الشبكه المصريه. اهلا مرحبا. مع حضرتك امير عيد الشبكه المصريه. سمع. اتفضل يا فندم. ايه اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم الشيخ عثمان؟ مع حضرتك والله. اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله احنا بنعمل تحفيظ قران في المسجد. والدي متوفي فالثواب دوت بيعود لوالدي. يعود الينا. بشكرك جدا يا امير. معانا مين تاني؟ معايا استاذ محمد اتفضل. الو ارجع كلمنا تاني يا استاذ محمد. طيب خلينا نقف عند الحاج صلاح. تمام. 18 سنه والوالد مش عارف يعمل ايه وبيضرب ابوه وهو مش عارف يتصرف معاه. تشوفها ازاي دي او نعملها ازاي دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه وسلم، ودي اخطر جزئيه في حلقه النهارده. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه وسلم، وارد ابن الحاج صلاح وابن كل واحد مصري يسمعنا الان وابن كل واحد مسلم يسمع، يا ريت شباب الامه يسمعنا الليلة عبر قناة مصر البلد الفضائية في برنامجك أستاذ محمد وبالوالدين إحسان. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أبي أمامة الباهلي، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا كبير ولا صغير، لا فرض ولا سنة. أول واحد عاق الوالدين. صدق ما تنفعش. عاق الوالدين اسم محمد لا يقبل الله منه صلاة. عاق الوالدين لا يقبل الله منه زكاة. عم الحج صلاح يا سمعني، عاق الوالدين لا يقبل الله منه صلاة. عاق الوالدين لا يقبل الله منه زكاة.
عاق الوالدين لا يقبل الله منه صدقة، عاق الوالدين لا يقبل الله منه أمرا بمعروف، عاق الوالدين لا يقبل الله منه نهيا عن منكر. أستاذ محمد، عاق الوالدين لا يقبل الله منه حتى ولو حج بيت الله الحرام. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. رقم واحد عاق الوالدين، والمصيبة ثلاثة كما روى الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عمر أيضا قال سيدنا رسول الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد عاق الوالدين، كل مصيبة يا محمد هتلاقي عاق الوالدين، كل مصيبة عاق الوالدين مصيبة. فابن الحج صلاح إن لم يتب ويرجع إلى الله وإلى سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسترضي والده، والده يرضى عنه، لن يقبل الله منه حتى ولو حج بيت الله كمان، ويبوس الإيد والرجل كمان. ده انت في نعمة عندك أب في ناس تانية محرومة منه. معايا مين؟ أستاذة رباب اتفضلي. ألو اتفضلي يا أستاذة رباب، أهلا وسهلا. لو سمحت أنا كنت عايزة أقول عن مشكلة عن أختي، عاملاني مشاكل في حياتي وخدت مني فلوس جهازي وحاجاتي يعني. طب اسمعي قولي لنا المشكلة. قولي لنا المشكلة سامعينك. بقول لك اختي عامله لي مشاكل في حياتي وبتقول عليا كلام اصلا يعني مش موجود فيا، ومعرفه الدنيا كلها ان انا بعمل حاجات غلط وكده، بس انا والله ما بعملش اي حاجه ربنا يعلم يعني، وكده مني فلوسي وحاجاتي. اسمها ليه عندها؟ اسمها رباب. استاذ رباب. ايوه يا شيخنا. انت بس جاوبيني بصراحه، ماشي، بتحبي اختك ولا لا؟ ايه؟ ايوه بحبها. طب سيبي رقم تليفونك وهنحط ايديكوا في ايدين بعض. نمرة تليفوني؟ سيبي رقم تليفونك في الكنترول وهنصالحكوا على بعض. واللي فات مات يا استاذة رباب. استاذة رباب بشكرك جدا يا رباب. معايا مين تاني؟ الو الو الو، اهلا وسهلا يا حاجة. اهلا بيك. اتفضلي يا امي. لو سمحتي بس عايزة اتواصل مع الشيخ معلش. اتفضلي يا اسمعي. اتفضلي. الو اتفضلي يا حاجة. الحاجة نبيلة. اتفضلي يا حاجة نبيلة، الشيخ معاك. طب النمرة مشغولة. طيب يعني في حد بيتكلم ولا ايه؟ احنا انت معانا دلوقتي، انت معانا والشيخ بيرد عليك قاعد يعني سامعك في الاستوديو. الله يبارك لك يا رب. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بك يا حاجة نبيلة. ازيك؟ ربنا يديك الصحة يا رب. وطي التلفزيون من فضلك. ازيك يا استاذ محمد؟ والله في نعمه كبيره طول ما انت. عايزه اتواصل مع الشيخ معلش، انا اتصلت الاسبوع اللي فات وبعد المكالمه ما خلصتها يعني استنذرت حد يرن عليا، اذن الفجر وانا قاعده جنب التليفون. اتفضلي يا حاج. انت تقدري تقول لنا المشكله دلوقتي ولا انا عايزه بس يعني في مشكله بيني وبين اولادي، وعايزه يعني كنت نمره الشيخ يرن عليا بعديها كده يعني ممكن ادخله في الموضوع يعني يمكن يجي حل على ايده ان شاء الله. انت منين يا حاج نبيه؟ شبرا الخيمه. شبرا الخيمه. ده انت على دماغنا تحت امرك. الله يبارك لك يا رب. حاضر. انا يعني انا عايزك يعني باي امكان يا شيخ عثمان باذن الله كده يعني تحت امرك. ربنا يجعل الفرج على ايدك ان شاء على الله. علينا على عينينا يا حاجه نبيه. ربنا يهدي سرهم يا رب. اللهم امين. بشكرك جدا يا حاجه. معانا مين؟ معانا مين؟ طيب محمد، انت كل ما تكلمني الخط بيقع. محمد صف النيه وادخل عليا هتلاقينا بنرد عليك باذن الله. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لو الواحد من البدايه محمد وكل ولاده من حلال. يا سلام. طب ما كلنا اكيد شايفين ان احنا بناكلهم من حلال. انت شايف كده؟ كلهم شايفين كده. هندي مثل. قول لي مثل. من القران وده هياخد لغايه اخر الحلقه. المثل في سوره البقره. الموضوع يا محمد فيه اتنين اخوات. رجل فقير عنده 15 ولد، ورجل غني ليس له ولد. الفقير انتظر اخوه الغني يموت يا محمد. ليه؟ عشان ياخد الورث. عشان يورث. تمام؟ واهمن الظلم. صعب. جدا. ولذلك هقف هنا قبل ما اقول الحته دي، في جزئيه في الاثر رهيبه.
كان هناك رجلان في بني إسرائيل، واحد عنده بقرة والتاني عنده فرس يا أستاذ محمد. ها. بقرة وفرس. فولدت بقرة الفقير عجلا. الفرس دي بتاع الغني. والفقير عنده الايه؟ البقرة. فولدت بقرة الفقير عجلا. الغني قال يا أستاذ محمد شفت الظلم؟ إن العجلة ابن الفرس. لا إله إلا الله. عم ابنه إزاي؟ ابنه إزاي؟ يقول من الوراثة. يا استاذنا ازاي ابنه؟ قال من الوراث؟ او ليس له ذيل ولها ذيل، اربعه ارجل اربعه ارجل. يا عم يقولوا كمل ما ينفعش. قال له تعال نروح للقاضي. ذهبوا القاضي اسمه محمد. القاضي الاولين دخل الغني راح مطلع لوكسه الفلوس واداها للقاضي. احكم سياده القاضي. حكم القاضي مباشره بدون ما يسمع لمن دولا، حكمت المحكمة حضوريا بأن العجل ابن الفرس. فيقوم الفقير يقول له يا سيادة القاضي، قال له أوليس لها زيل ولها زيل؟ قال له نفس الكلام. نفس الكلام رشوة. أيوه. دخل لقاضي الاستئناف اداله الرشوة، حكمت المحكمة حضوريا بأن العجل ابن الفرس. الدرجة الثالثة أو المقام الثالث قاضي اسمه قاضي الاستئناف العالي. ودي خلاص محمد ده اخر درجه. اخر درجه. فالغني بديله. فقال القاضي اني اخاف الله رب العالمين. اللي بخاف ربي. قصتك ايه؟ فحكم قصته. الفقير قصتك ايه؟ حكى قصته يا محمد. فالقاضي قاضي الاستئناف العالي يا محمد قال ايه؟ قال اؤجل الحكم الى جلسه الغد. فالغني قال له ليه؟ اشمعنى؟ قال لأنني أشعر وكأن الحيض وكأن دم الحيض قد نزل علي. فالغني قال له وهل دم الحيض ينزل على الرجال يا سيادة القاضي؟ قال وهل الفرس يلد عجلا يا عجل؟ سبحان الله. إلا الظلم طبعا ظلم ما ينفعش طبعا. فأعود لما بدأت. في اثنين وأخين، أخين، أخ فقير وأخ غني. تفضل. طبعا عندي اتصالات وعندي رسائل وما شاء الله. استاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. بكلم الشيخ عثمان. اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك معاك محمود يا شيخ. اهلا ومرحبا. انا وطي التلفزيون عشان تسمعني يا استاذ محمود من فضلك. انا حضرتك انا سمعت الشيخ عثمان وهو بيتكلم في القناه اللي هو اللي بيتبرع بالفلوس للجوامع كده ويعمل صدقه جايه. بتقول ايه؟ مش سامع يا فندم. سامع يا حضرتك. وطي التلفزيون وعلي صوتك يا استاذ محمود. يا استاذ محمود بشكرك جدا. نرجع كلمنا تاني. جاي لي بقى رسائل الحاج جلال صالح بيقول لك انا بحبك او بحب كلامك. الحاج بدريه بتقول لك منور. الحاج عصام مصطفى من شبرا بيقول لك احنا بننبسط بحلقاتك فما شاء الله. بيبعتوا لك مليون تحيه يا رب وبيسالوك الدعاء لو سمحت. حاضر في الاخر. حاضر. كمل يا فندم. كان هناك رجلين اثنين اخوات والكلام ده في سوره البقره. اكبر سور القران سوره البقره يا محمد. وآه على جمال سورة البقرة. اللي يقرأ سورة البقرة في البيت على ثلاث أيام يفر منه الشيطان. كلام سيدنا النبي. كلام سيدنا النبي. مفهوش كلام. مش تقول لي هات لي شيخ واقرا لي دجالين ونصابين وكذابين. إلا من رحم ربي. خلاص؟ البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة يفر الشيطان. ثلاث أيام. ورا بعض كل يوم. هذا كلام سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. شاهد اثنين إخوان. فقير وغني يا استاذ محمد. الفقير عنده 15 ولد، الغني ليس له ولد. الفقير استنى اخوه يموت ما ماتش. والكلام ده خلي بالك فين يا استاذ محمد؟ في مصر. حصل في مصر. في سوهاج، الله اعلم، في اسيوط، في شبرا، في الشرقيه، في البحيره. الله اعلم. الكلام ده حصل في مصر. في زمان نبي الله موسى. ولقد ذكرت كلمه نبي الله موسى يا استاذ محمد في القران 166 مره. كلمه موسى 166 مرة في 36 موضع في كتاب الله. موسى نبي الله موسى كان في مصر.
كان في مصر. الشاهد اتفضل معايا استاذة فاطمة من فيصل، اهلا بيك استاذة فاطمة اتفضلي. ماشي اتفضلي يا استاذة فاطمة. ماشي طب يعني الشيخ مع حضرتك، اتفضلي انت معانا على الهواء. بصي يا شيخ، هو ابويا كان زعلان مني في موضوع كان حاصل ما بيننا. علي صوتك بس يا فاطمة. كان في موضوع كده حاصل ما بيني، كان موضوع ما بيني وما بين ابويا وكده، كان في موضوع. ايوه سمعنا والله، كان في موضوع بينك وبين الوالد. وبعدين حصل ما بيننا وما بيني وما بين ابويا بسبب جوزي وكده. اه بس هو وطي التلفزيون لو سمحتي عشان تسمعينا. رافض تمام ان هو يكلمني. رافض تمام جوزك يكلمني. رافض يكلم والدك؟ لا، هو ابويا انا عشان اخترت جوزي. اه فانا ابويا زعل مني ومش عايز يكلمني خالص. كويس. طب انت اخترتي زوجك، يعني ايه المشكله؟ مش عايز يكلمني خالص بسبب ما بيني بسبب زوجك مشكلة. بسبب مشكله فمش عايز يكلمك انت. ايوه حاولت كذا مره صالحه، حتى بعد ما خلفت حاولت كذا مره صالحه بس ما رضيش. طب انت في المشكله دي وقفتي مع زوجك ضد الوالد؟ ايوه. في ايه ليه؟ على صواب ولا على غلط؟ ما رضيش يصالحني خالص. ايوه انت ما تعيطيش، انت من غير عياط بس صلي على سيدنا النبي حبيبك كده وقولي لنا انت كنت جوزك كان صح ولا الوالد اللي كان صح؟ من غير عياط لو سمحت. اسمعي فاطمة. استاذة فاطمة. استاذة فاطمة. هو الوالد اللي كان صح. استاذة فاطمة. باباها كان على حق. سمعاني؟ انا بابايا. ايوه. انا كان بيني وما بين جوزي مشكلة. ايوه ماشي، انا سامعك يا استاذة فاطمة. اللي كان على صح والدك مش كده؟ وانا عايزة اصالح بابايا بس هو. طب اسمعيني بس. حتى بعد ما خلفت يا استاذة فاطمة سامعاني؟ سامعاني؟ ايه؟ انت سامعاني؟ ايوه معاكم. اللي كان على صواب وصح والدك؟ ايوه المشكله مع والدي. ايوه يعني والدك اللي كان موقفه صح اكتر من جوزي. الموقف الصح كان عند مين؟ لا هو ابويا خلاص مش عايز يكلمني خالص بقاله سنه، هو مش عايز. طيب 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 هنقول لك استاذه فاطمه، انا فهمت المشكله. المشكله ان انت كنت مشكله بين الزوج، بينك وبين زوجك ووالدك، فانت وقفتي مع زوجك ضد والدك، ووالدك اللي كان على صواب وانت اللي قلتي كده مظبوط. هي دلوقتي زعلانه انها مش بتكلم. انا بشكرك جدا يا استاذه فاطمه. هي زعلانه ان باباها رغم محاولاتها الكثيره انها عايزه تصالحه ومش عايزه يصالحها. تمام. ماذا تفعل؟ لا تقل لابيها الا خيرا ولا تذكر اباها الا بخير. بس هي اللي عملته عين الصواب. عين الصواب؟ اه. ازاي؟ لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. تسمع كلام؟ لو اتصلوا عليك تليفونيا استاذ محمد، اتصلوا على زوجتي تليفونيا الان، ايه ابوك بيموت. شوف اللفظ طالع ازاي، بيموت. يجب على المراه او الزوجه ما تخرجش من بيتها الا باذن زوجها. ان اديت اتفضلي روحي تروح، ما تروحش ما تروحش. ايوه يا مولانا، بس ده انت لسه قايل لي الاب والام وما ينفعش وما عند الزوج. عند الزوج، الزوج رقم واحد بالنسبه للزوج. قبل الام والاب. قبل الام والاب. نعم. اه بس انا اتحاسب على الام والاب قبل كل العبادات. ما هي ما صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك موضوع حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب لولد اسمه عبد الله. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. الحديث رواه الامام البخاري. عمر سيدنا عمر بن الخطاب قال لولده عبد الله طلق امراتك. طلق امراتك. قال إني أحبه. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه من ولده عبد الله. وذهب سيدنا عمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عبد الله. لما ذهب فنادى النبي على عبد الله، ائتوني بعبد الله بن عمر. جاء إلى لبيك وسعديك يا رسول الله. كلمة واحدة قالها سيدنا النبي، يا عبد الله. قال لبيك يا رسول الله. قال أطع أباك. خلي بالك يا استاذ محمد، أطع أباك يعني إيه؟ يعني طلق مراتك. هيطلع استاذ محمد والعالم كله ممن يشاهدوننا الليلة عبر قناة مصر البادية الفضائية هيقول لك ما هو لو كل واحد قال لابنه طلق مراتك وطلقها مصر كلها تتطلق والعالم كله هيتطلق. البلد كله بقى في الشارع.
طلع الامام الشافعي وسيدنا الامام احمد بن حنبل قال ايه؟ قال ليس كل الناس عمر. يعني عمر بن الخطاب لما يقول طلق يا محمد ده عمر بن الخطاب صحيح. مش عثمان بن الخطاب صحيح. ده عمر بن الخطاب لما عمر يقول طلق طلق، لكن لما واحد تاني يقول له طلق انا اشوف الكلام اشوف حساباته اوزن الكلام حاسب غلط خلاص. طب تعال نشوف محمود بالشرقيه. اتفضل استاذ محمود. اتفضل استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الشيخ عثمان بعدين. مع حضرتك. سمعك. اتفضل. اكلم الشيخ عثمان. سامعك حبيبي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يكرمك ويسترك. انا محمود من من قريه الشبراويين مركز هي. اهلا ومرحبا بحبايبنا. اهلا بيك يا باشا. حضرتك منور شاشه قناه مصر البلد انت والاستاذ المذيع المحترم محمد سامي. ربنا يسترك. عايزين حضرتك تشرفنا في قريه الشبراويين في خطبه جمعه كده ان شاء الله. ان شاء الله. شرف لينا. ربنا يبارك في حضرتك. شرف لينا وسلم لنا كل على اهالينا في الشبراويين. الله يبارك لك. عايزين نسمع من حضرتك كده قصه الابن العاقل والدته. قلناها الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات كل اللي بتقوله حلو، بس انا عايز اسمع القصه دي من حضرتك. هنقول لك جديد النهارده. طيب هنقول حاجه جديده النهارده. حاضر. انا بشكرك جدا جدا يا محمود وان شاء الله نصلي كلنا باذن الله عندهم باذن الله واجي معاك باذن الله يعني. ان شاء الله. طيب اتفضل يا مولانا. فمش كل الناس سيد ليس عمر. كل الناس يا عمر. طبعا. اللي عملته الاستاذه فاطمه. فاطمه ده المفروض ابوها يفرح بيها ويتباهى بيها وينبسط بيها، لانها هكذا فعلت كما امرها ربها وكما امرها نبيها صلى الله عليه واله وسلم. طاعه الزوج من طاعه الله. ما تصعبهاش عليا. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس خليني اقول لك. قول. انا هسيب الساده المشاهدين يفكروا في الجمله دي. اه. كلام شيخنا الشيخ عثمان بيقول ان طاعه الزوج واجبه وما فيهاش كلام. وعارف والدها يا استاذ محمد كمان؟ آه. والدها اه قسما بربي جل جلاله قسم احاسب عليه في قبري امام ربي. بينه وبين نفسه هو متضايق نفسيا، بس بينه وبين نفسه بيقول هي عملت الصح. بس هو زعلان ليه؟ الشيطان بيحط شويه حزيه بيقول ان هو انتصر عليه، لكن ابدا. اللي انتصر الحق، والحق ده وانت دي ثمره التربيه الصالحه اللي ربها والدها. اه بس انت كده برضه مصعبها عليا، هو انا المفروض اطيع مين اكتر؟ والمفروض ما بقاش عقل والدي فابقى ضده. الزوجة يجب على الزوجة أن تطيع زوجها. طيب تخلينا ناخد بقية التفاصيل دي ونقعد نفكر كلنا أنا والسادة المشاهدين، هل يا ترى أطيع زوجي ضد أبويا ولا أطيع أبويا ضد زوجي؟ إجابة قاطعة. بس بعد الفاصل نطلع فاصل صغير ونرجع نجاوب على السؤال ده. فاصل نرجع.